بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف السابع، اليوم إن شاء الله رح يكون عندنا أول درس من دروس التربية الإسلامية لمادة الفصل الثاني، ونبدأ مع صورة قاف، وهي الصورة التي ستكون معنا خلال هذا الفصل. إذن صورة القاف رح تكون معنا خلال الفصل الثاني. اليوم إن شاء الله رح نأخذ من آية 1 لآية 11. قبل أن نبدأ بهذه الآيات لازم نتعرف على صورة قاف. طيب، أول إشي بدنا نعرف أن صورة قاف مكية أم مدنية يا سابع؟ صورة قاف مكية، إذا حط خط عليها، صورة قاف مكية. ما معنى أنها مكية؟ أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. عدد آيات صورة قاف 45 آية. إذن سورة قاف عدد آياتها 45 آية، تتحدث عن عدة موضوعات. إذن هون شايفين بين يدي السورة اللي باللون النهدي اللي حط لك عليه خط، هاي موضوعات بشكل عام السورة كاملة تتحدث عن القرآن الكريم والإيمان به، تتحدث عن الآخرة والإيمان باليوم الآخر، كذلك تتحدث عن الرد على منكري البعث وتحذير الكافرين من العاقبة السيئة. إذا وكذلك تتحدث عن مشاهد يوم القيامة. هاي الموضوعات كلها رح نأخذها خلال الفصل مع سورة قاف. الآن سورة قاف من الصور التي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها، حيث تقول أم هشام بنت الحارث أنها قد حفظت هذه الصورة من كثر ما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يعني الرسول دائما كان يقرأ سورة قاف يوم الجمعة عندما يخطب الناس، فلذلك حفظوها من تكرارها. خلينا الآن نبلش بقراءة الآيات اليوم من 1 لـ11 لنتعرف على معانيها، نتعرف على الموضوعات التي تحدثت عنها سورة قاف من 1 لـ11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم. إذن هذه الآيات يا سابع تتحدث عن قدرة الله تعالى على البعث. إذن موضوع الرئيس تتحدث عنه من 1 لـ11 هو قدرة الله على البعث. نبلش في الآية الأولى، يقول الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد. ما معنى قاف؟ شو هذا قاف يا ميس؟ قاف هو حرف من الحروف المقطعة. ركز معي، حرف من الحروف المقطعة من حروف اللغة العربية التي نزل بها القرآن. هاي الحروف المقطعة جاءت في بعض صور القرآن الكريم، يعني في بعض صور أول ما نبلش فيها منلاقي هاي الحروف، نقرأها حروف لحالها ما بنقرأها كلمة، تمام؟ مثل سورة البقرة ألف لام ميم، ما بنحكي ألم، لا ألف لام ميم، صح؟ في عنا ألف لام راء،
كمان في عنا كاف ها يا عين صاد، صح؟ هدول حروف مقطعة في القرآن الكريم. هدول الحروف المقطعة جاءت لبيان إعجاز القرآن الكريم. لماذا جاءوا هذه الآية هذه الحروف؟ لبيان إعجاز القرآن الكريم، حيث أن القرآن الكريم عجز العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. رب العالمين جعل هذه الحروف المقطعة لتدل على إعجاز القرآن، ولم يستطيع أهل العرب وأهل الفصاحة أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. إذن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا القرآن العظيم ويقول والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. شو معنى هذا؟ شو معنى هاي الآية رقم 2؟ بل عجبوا، من اللي بده يعجب يا ماس؟ أهل قريش. من شو متعجبين؟ إنه أجاهم منذر. من هو المنذر؟ سيدنا محمد. إذن أهل قريش متعجبين أن يأتيهم رسول منذر منهم. فقال الكافرون، لأن كفار قريش، هذا شيء عجيب، مستحيل إنه يجي رسول منا إحنا بنعرفه. شو كمان بيحكوا؟ أإذا متنا، يعني أإذا متنا شو؟ إذا إحنا متنا وكنا ترابا، يعني إحنا متنا وصرنا تراب وعظامنا اتفتفتت وصارت بالية، ذلك رجع بعيد، إحنا نرد رب العالمين يبعثنا مرة أخرى. إذن هذه الآية يستنكر الكفار قدرة الله على البعث. إذن كفار قريش يقولون إذا إحنا متنا مش رح نرد نبعث مرة أخرى، فهم ينكرون البعث. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي أن الله يعلم حال الموتى يوم القيامة وأن أجسامهم سوف تبلى بعد دفنهم. الله سبحانه وتعالى بيعرف أنه الموتى سوف أجسامهم هاي تبلى وتتفتفت، لكن الله سبحانه وتعالى سوف يبعثهم ويحييهم مرة أخرى، وهذا مسجل في اللوح المحفوظ اللي هو كتاب حفيظ اللي هو اللوح المحفوظ. بل كذبوا بالحق، مين هم اللي كذبوا؟ كفار قريش. شو الحق؟ الحق هو البعث. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني هم في أمر مختلط. معنى كلمة مريج مختلط، موجود عندنا بالمعاني يا مس. إذن في عنا علمنا ما تنقص اللي حكيناها هسه، أي تبلى أجسامهم، معناه مريج مختلط. إذن الكفار بينكروا قدرة الله على البعث وبيحكوا أنه إحنا ما رح نرد ننبعث مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى في الآية هاي هسه بدنا نقرأها اللي هي آية 6 يقول هذول الناس المنكرين البعث ما عمرهم تفكروا بقدرة الله تعالى، يطلعوا على هالدنيا يعرفوا أن الله قادر على أن يبعثهم مرة أخرى. فالآن الله سبحانه وتعالى في الآية 6 إلى نهاية الآيات يتحدث عن قدرته على البعث. شو بيحكي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظروا يا بشر إلى هذه السماء التي خلق الله سبحانه وتعالى وأبدعها وزينها وبناها بناء لا يوجد فيه فروج. ما معنى فروج؟ شقوق. عمنا شفنا السماء فيها شق؟ لا يوجد فيها شق. إذن هاي من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى السماء. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. الله سبحانه وتعالى جعل هاي الأرض مالها ممتدة منبسطة وجعل فيها رواسي. ما معنى رواسي؟ حط عليها خط يا مس. رواسي بمعنى جبال. ما هي الجبال؟ ليش الله سبحانه وتعالى جعل جبال؟ لحتى تثبت الأرض. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني أنبت الله سبحانه وتعالى من النباتات المتعددة التي تبهج النفس وتدخل السرور إليها. طيب إذن هاي دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني هاي السماء والأرض اللي جملها رب العالمين وجعلها الأرض منبسطة، ليش جعلها الله؟ تبصرة وذكرى، يعني موعظة لكل عبد، لكل إنسان منيب. شو معنى منيب؟ تائبا إلى الله. إذا تفكر هذا الإنسان في خلق الله تعالى سوف يعلم بأن هذا
الكون لا بد له من خالق، وأن الله قادر على كل شيء. ونزلنا من السماء ماء مباركا، يعني الله سبحانه وتعالى كذلك أنزل من هاي السماء ماء، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ما معنى جنات؟ اللي هي الحدائق. ما معنى جنات؟ اللي هي الحدائق. وحب الحصيد اللي هي يامس، اللي هي الحبوب التي الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه الأرض. والنخلة باسقات. النخل بتعرفوه، شو مال باسقات؟ شو معنى باسقات؟ يعني طويل، لها طلع نضيد. شو معنى نضيد؟ اللي هي ثمار النخل المرتب في العنقين. عمتكم شفتوا النخيل كيف بيكون الصنوبر هيك بتكون فوق بعض البعض، كذلك التمر أو البلح كيف بيكون على الشجر مثل عناقيد فوق بعضها بعض. هذا كمان من عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. رزقا للعباد، يعني جعل هذا كلياته رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتة، كذلك الله سبحانه وتعالى عندما ينزل السماء، ينزل المطر من السماء ويحيي به الأرض بعد أن كانت ميتة، كذلك سوف يبعث الناس من قبورها، كذلك الخروج، كذلك البعث. إذن نزول السماء من المطر وإحياء الأرض وإخراج النباتات والجنات والنخيل، كذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الناس يوم القيامة. طب عندنا مع الكلمات اللي احنا حكيناها الآن اللي هي علمنا ما تنقص الأرض منهم أي تبلى أجسادهم. مريج، ما معنى مريج يا مس؟ مختلط. فروج بمعنى شقوق. منيب معناها تائبا إلى الله. طلع النضيد له ثمار النخل المرتب في العنقيد، هدول مطلوبين منك. طب الآن في عنا حطين لنا كلمات بدنا نعرف إحنا، يعني هي المعنى معطيك الجواب وانت بتحكي اي كلمة معناها هيك. البعث، اي كلمة موجودة بالايات قرأناها الان تعني البعث، اللي هي الخروج في اخر كلمة اخذناها. جبال شو حكينا معناها؟ رواسي. موعظة وعبرة اللي هي تبصرة وذكرى، اكتبهم عندك يا مس. طيب اذا الايات عندنا من 1 لـ11 تتحدث عن قدرة الله تعالى. الآن رح نقسم الآيات. إذا الآية الأولى هي تتحدث عن الحروف المقطعة، صح، وبيان إعجاز القرآن الكريم. الآية 2 للآية 5 عن شو بتحكي؟ موقف الكافرين من البعث. شو كان موقفهم؟ أنكروا البعث وقالوا أن الله غير قادر على أن يحيينا بعد أن تبلى أجسادنا. الآية 6 لآخر إشي تتحدث عن قدرة الله على البعث. حط لي يا مس خط هون. بدأت الصورة الكريمة بحرف القاف، وهي من حروف اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. شو بدي الحروف المقطعة هون؟ حط خط عليها وعلل. تدل على إعجاز القرآن الكريم، حيث عجز العرب وهم أهل الفصاحة والبيان على الإتيان بمثل القرآن. طب الآن خلينا نركز على الموضوعات. بيّنت الآيات موقف الكافرين المعاندين من حقيقة البعث، حيث أنهم أنكروا قدرة الله تعالى على بعث الناس من قبورهم بعد موتهم وبعد أن تبلى أجسادهم. ووضحت الأدلة التي تثبت هذه الحقيقة، وبينت بأن الله يعلم حال الموتى وأن أجسادهم تبلى في الأرض بعد دفنها ثم يبعثهم، وكل ذلك مسجل في اللوح المحفوظ. الآن اكتب عندك سؤال، اذكر دلائل قدرة الله على البعث في سورة القاف، اللي هي خلق السماء الواسعة بما فيها من كواكب ونجوم وتيسيرها وفق نظام محكم، وخلق الأرض الممتدة وما فيها من جبال تمنعها من الاضطراب، والنباتات المتعددة التي تبعث في النفس البهجة والسرور، كذلك إنزال الماء من السماء وإنبات الشجر كالنخيل الطويل بثمره المرتب في عناقيد جميلة. كل هذا بدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. تمام. إذا الآيات تحدث عن موضوعين، موقف الكافرين وقدرة الله تعالى على البعث. موقف الكافرين شو كان؟ إنكارهم وأن الله غير قادر على أن يحيي الناس مرة أخرى بعد أن ماتوا. بعدين تحكي لنا قدرة الله لخلق السماء، كذلك الأرض الممتدة والجبال وإنبات الشجر وإنزال الماء المطر من السماء وإنبات الشجر كالنخيل المرتب في العناقيد. هنا ننتقل الآن إلى حل الأسئلة. نبلش بالسؤال الأول. أذكر موضوعين تناولتها سورة قاف اللي حكينا الآن، موقف الكافرين البعث وداء قدرة الله تعالى على البعث.
السؤال الثاني علل: بدأت الآيات الكريمة من سورة قاف بحرف قاف هي تدل على إعجاز القرآن حيث عجز العرب وهم أهل الفصاحة على الإتيان بمثل القرآن. السؤال الثالث: ما الآية التي تدل على إنكار الكافرين البعث؟ هي رقم 3، خلينا نقرأها مع بعضنا. نرجع للآية اللي هي رقم 3 نقرأها، اللي هي أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، هاي إنكار الكافرين للبعث. الآية رقم 4 اللي هي قال تعالى: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. تتبر الآية الكريمة السابقة واستدل منها على قدرة الله على البعث اللي هي إنزال الماء من السماء وإنبات الشجر. السؤال الأخير اللي هو ضع دائرة: الكلمة التي وردت في الآية تدل على معنى الجبال اللي هي الرواسي، دائما الرواسي بمعنى جبال. الحقيقة التي أنكرها الكافر في هذه الآيات شو هي؟ البعث ولا الموت ولا إنزال المطر ولا خلق السماء؟ اللي هي البعث، مش هن بيحكوا آه ماشي بدنا نموت بس إنه إحنا نريد نبعث مرة أخرى من كيرينها. الآية رقم 3 الكلمة التي وردت فيها الآيات كلمة تعني طويلة هي باثقات. تمام، هيك بنكون كملنا درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.